الو كي جي وان، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ تعالوا النهارده هنتعرف على كتاب كونكت بلس سكند تيرم يونت 5 بارت 1. طيب تعالوا نشوف اليونت بتاعنا بيتكلم عن ايه. ايه عنوان اليونت بتاعنا؟ اد ذا توي فاكتوري. يعني ايه اد ذا توي فاكتوري؟ يعني في مصنع اللعبه. تعالوا بقى يا أصحابي نتعرف على الألعاب اللي موجودة معانا في المصنع. عندنا ألعاب كتير جدا. أول لعبة معانا هي لعبة دول. دول دول يعني عروسة أو دمية. عندنا لعبة إيه كمان؟ عندنا لعبة تيدي بير. تيدي بير تيدي بير يعني دبدوب لعبة. تعالوا نشوف إيه اللعبة التانية اللي موجودة معانا. لعبة ترين. ترين ترين يعني قطار. وعندنا كمان لعبة ايه؟ لعبة كار. كار يعني عربية. وعندنا كمان لعبة كلنا بنحب نلعب بيها، هي لعبة ايه؟ لعبة بول. بول بول يعني كرة. طيب وتعالوا كمان يا اصحابي نشوف معانا لعبة ايه تاني. معانا لعبة روبوت. روبوت روبوت يعني إنسان آلي. بقى نشوف مع بعض الجزء التاني. بيقول It's made of wood. هو مصنوع من الخشب. طب يا ترى يا أصحابي كل حاجة حوالينا مصنوعة من الخشب؟ لا طبعا، في حاجات عندنا بتبقى مصنوعة من الود الخشب، في حاجات بتبقى مصنوعة من البيبر الورق، في حاجات بتبقى مصنوعة من الميتال المعدن، في حاجات بتبقى مصنوعة من البلاستيك البلاستيك. تمام؟ طيب تعالوا يا أصحابي ناخد فور إجزامبل على كل حاجة فيهم. تعالوا نشوف أول صورة عندنا بتقول لنا The plane is made of wood. يعني الطيارة اللي قدامنا دي يا أصحابي مصنوعة من الخشب. طيب تعالوا نشوف الصورة اللي بعديها كمان فيها إيه. بتقول لنا إيه الصورة؟ The train is made of wood. يعني القطار ده مصنوع من الخشب. طيب تعالوا بقى نشوف الفور اكزامبل اللي بعد كده بيقول لنا ايه. بيقول لنا The boat is made of paper. يعني القارب ده مصنوع من الورق. عارفين يا اصحابي القارب اللي احنا بنقعد نعمله من الورق ونقعد نلعب بيه؟ هو ده القارب، مصنوع من ايه؟ البيبر الورق. طيب تعالوا نشوف كمان الفور اكزامبل اللي بعد كده بيقول لنا ايه. The car is made of metal. السيارة دي مصنوعة من المعدن. طيب يا أصحابي تعالوا نشوف كمان الصورة اللي بعديها بتقول لنا إيه. بتقول لنا The bicycle is made of plastic. يعني العجلة دي مصنوعة من البلاستيك. عندنا فور إكزامبل تاني على البلاستيك بيقول لنا إيه. The bus is made of plastic. يعني الأتوبيس ده مصنوع من البلاستيك. تعالوا بقى يا أصحابي نشوف الجزء اللي بعد كده عندنا بيتكلم عن إيه. بيقول I share my toys. يعني إيه I share my toys يا أصحابي؟ يعني أنا بشارك ألعابي، أنا بلعب بالألعاب بتاعتي. طيب تعالوا نشوف مع بعض هنا البيكيتشرز اللي عندنا بتتكلم عن إيه. أول بيكيتشر معانا بتقول لنا البنت بتلعب مع صحابها وماسكة العروسة بتاعتها وبتقول لهم My doll is made of fabric. يعني بتقول لهم عروستي مصنوعة من القماش. طيب وتاني بكتشر عندنا يا أصحابي بتقول لنا إيه. البنت بتلعب برضو مع أصحابها وماسكة الكور بتاعتها وبتقول لهم My balls are made of plastic. يعني الكور دي مصنوعة من البلاستيك. تمام. طيب والبيكيتشر الثالثة عندنا بتقول ايه. هنا الولد بيلعب مع صاحبه وماسك العربيات بتاعته بيلعب بيها وبيقول له My cars are made of metal. يعني بيقول له العربيات بتاعتي دي بتكون مصنوعة من الايه؟ من المعدن. تعالوا بقى يا اصحابي نركز مع بعض في حاجة مهمة جدا. تعالوا في البيكيتشر الاولى كده البنت لما جت تتكلم عن العروسة بتاعتها قالت ايه؟ قالت My doll is made of fabric. يعني العروسة بتاعتي مصنوعة من القماش. طيب هي دلوقتي بتتكلم عن العروسة بتاعتها، يعني بتتكلم عن حاجة واحدة بس. استخدمت هنا ايه؟ is made. is made يبقى لما اجي اتكلم عن حاجة واحدة بس استخدم معاها is. استخدم معاها ايه يا اصحابي؟ برافو عليكم، استخدم معاها is.
طيب لما اجي اتكلم عن حاجات كتير هقول ايه؟ تعالوا كده في البيكتشر التانية، هي لما جت تتكلم عن الكور بتاعتها قالت ايه؟ My balls are made of plastic، يعني الكور بتاعتي دي مصنوعة من البلاستيك. طيب هنا يا اصحابي هي استخدمت ايه لما اتكلمت عن حاجات كتير؟ استخدمت are made. يبقى احنا لما بنيجي نتكلم عن حاجة واحدة بس مفرد بنستخدم معاها is، ولما نيجي بنتكلم عن حاجات كتير بنستخدم معاها are. طيب تعالوا بقى معايا يا اصحابي نشوف الجزء اللي عندنا بعد كده بيتكلم عن ايه. بيتكلم عن Paul or Posh. Paul or Posh يعني ايه Paul ويعني ايه Posh؟ يعني Paul يعني يسحب او يشد، يسحب او يشد. طيب Posh يعني ايه؟ يعني يدفع، يدفع حاجة، لكن بول يعني يسحب. تعالوا بقى معايا يا اصحابي كده نشوف الفور اكزامبل اللي عليهم. طيب اول صورة عندنا هنا، بصوا معايا كده الراجل هنا بيسحب ايه؟ بيسحب الحصان بالحبل، بيشد ايه؟ الحبل. يبقى دي ايه؟ يسحب او يشد بول. يبقى دي هنستخدم معاها ايه؟ بول. يبقى الراجل بيسحب الحصان. طيب تعالوا نبص على الصورة اللي بعديها، الولد بيدفع العجلة. الولد بيدفع ايه؟ العجلة. يبقى هنستخدم معاها ايه؟ بوش. طيب تعالوا بصوا معايا على الصورة اللي بعديها كده، الصورة اللي بعديها الولد بيسحب الباب علشان يقفله، بيسحب الباب علشان يقفله. طب بيسحب الباب دي يا اصحابي هنستخدم معاها ايه؟ بول ولا بوش؟ برافو عليك يا اصحابي، هنستخدم بول، علشان بول يعني ايه؟ يسحب او يشد. طيب بصوا الصورة اللي بعديها كده، الصورة اللي بعديها الولد بيدفع الباب علشان يفتحه، بيدفع الباب علشان يفتحه، بيدفع الباب. يبقى هنستخدم معاها بول ولا بوش؟ بوش. برافو عليكم يا اصحابي. تعالوا بقى معايا يا اصحابي نشوف اخر جزء معانا في الفيديو بيتكلم عن ايه. بيتكلم عن رول اند سلايد. يعني ايه رول؟ يعني يتدحرج. طيب يعني ايه سلايد؟ يعني ينزلق. طيب تعالوا نشوف يا اصحابي الحاجات اللي معانا ممكن تتدحرج والحاجات اللي بتنزلق. طيب فور اكزامبل كده، ان السلايد يعني زي الزحليقه كده، الحاجه بتنزلق من عليها بسرعه، لكن الرول الحاجه بتتدحرج بالراحه ببطء. يبقى الفرق بينهم ان الانزلاق الحاجه بتنزل بسرعه، اما الرول التدحرج الحاجه بتنزل ببطء. طيب تعالوا كده معايا يا اصحابي نبص على الصوره اللي قدامنا دي. اول اكزامبل عندنا بيقول لنا ايه؟ A pool rolls or slides. طيب الكورة عندنا، الكورة بتتزحلق ولا بتنزلق؟ الكورة بتتدحرج، يعني انا لو رميت الكورة مش هتنزل مرة واحدة كده بسرعة، مش هتنزلق مرة واحدة، لا هتفضل تلف كده لحد ما تنزل. يبقى كده الكورة بتنزل ايه؟ ببطء. يبقى الكورة بنستخدم معاها او هنختار معاها rules. طيب تعالوا نشوف الاكزامبل التاني بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا a pencil rolls or slides. البنسل القلم بتاعنا هيتدحرج ولا هينزلق؟ القلم ممكن ممكن يحصل معاه الاثنين. يبقى القلم لو رميته من على الزحليقه كده هينزل بسرعه، طب لو حذفته هيتدحرج بالراحه لحد ما يقع. تمام، يبقى القلم هنختار معاه الاثنين. طيب تعالوا نشوف ثالث مثال عندنا بيقول لنا ايه؟ A car rolls or slides. هختار مع الكار ايه؟ مع العربية. هختار ان هي بتتدحرج ولا بتنزلق؟ العربية ممكن تعمل الاتنين، يبقى هختار معايا رول وسلايدز. تمام يا اصحابي، لان العربية لو انا نزلتها، لو مسكت، شفتوا العربية اللعبة اللي احنا بنلعب بيها، لو حطيتها على الزحليقة هتنزل ايه؟ مرة واحدة. طب لو حذفتها هتتدحرج لحد ما تقع، يبقى هتبقى الاتنين. تمام يا اصحابي. طيب تعالوا نشوف الاكزامبل اللي بعد كده بيقول لنا ايه؟ A paper clip rolls or slides. الدبوس الورقي بيتدحرج ولا بينزلق؟ الدبوس لو انا حطيته على الزحليقه هينزلق، يبقى الدبوس مش هيتدحرج، يبقى اختار معاه ايه؟ slides بس. طيب واخر اكزامبل معانا بيقول لنا ايه؟ A box rolls or slides. الصندوق هيتدحرج ولا هينزلق؟ الصندوق مش هيتدحرج، يبقى هو هنختار معاه سلايدز بس، لان الصندوق بينزلق بس.
خلاص كده يا اصحابي، يبقى فهمنا الفرق بين رول وسلايدز. الرول الحاجة اللي بتتدحرج بس، والسلايدز الحاجة اللي بتنزلق. طيب في حاجات بتتدحرج وبتنزلق، اه ممكن الاتنين مع بعض، وفي حاجات بتتدحرج بس وفي حاجات بتنزلق بس. تمام يا اصحابي، الى اللقاء. ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ النهاردة هنتعرف مع بعض على كتاب كونكت بلس كي جي 1 سكند ترم يونت 5 ات ذا توي فاكتوري بارت 2. اول حاجة يا حبايبي هنتكلم عليها النهاردة هي فونيكس، لتر تي ولتر اي. بصوا يا حبايبي معايا، لتر اي كابيتال، لتر اي سمول، لتر تي كابيتال، لتر تي سمول. The sounds of T, 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 T. The sounds of letter I, A, A, A. Words letter I, A, A, N. N. يعني N يعني في أو بالداخل. الكلب عندنا داخل الصندوق، يبقى هنقولها ازاي يا أولاد؟ The dog in the box. تاني word معانا يا أولاد، pen. Pen يعني دبوس ورق. بص البي بتاعتنا هنا بي فور pen. pen. الورد معانا pen. pen يعني سلة مهملات او باسكت. والبي بتاعتنا هنا ايه؟ بي فور book. اخر ورد معانا يا ولاد ink. ink يعني حبر. ink. طب يلا نشوف معايا يا اصحابي كده words letter T. اول صورة عندي تيدي بير يعني لعبة الدبدوب. ته ته تيدي بير. طب يلا نشوف مع بعض الصورة التانية. اه ده انسان آلي صح؟ يعني ايه بقى انسان آلي اصحابي؟ يعني روبوت. روبوت يعني انسان آلي. طب بصوا معايا كده الصورة اللي بعدها، ده رقم 10 صح؟ اه يعني ايه اصحابي؟ يعني 10. ته ته 10. وتاني جزء معانا يا اصحابنا هو هنتعرف عليه سوا connect with math. هنتعرف مع بعض على النمبرز يعني الارقام. يلا بينا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. احنا اخدنا 10 يعني كام وكام يا ولاد؟ بيقعدوا في كام بيت؟ بيقعدوا في بيتين، بيت اليونتس وبيت التنت. الزيرو بيقعد في بيت اليونتس والوان بيقعد في بيت التنت. يلا يا اصحابي مع بعض، after number 10 11. 1 plus 10 equal 11. 1 في خانة اليونتس والوان في خانة التنت. 2 plus 10 equal 12. 3 plus 10 equal 13. يلا نبص مع بعض على المعداد. 3 في خانة اليونتس وال 1 في خانة التنس. 4 plus 10 equal 14. يلا مع بعض على المعداد. 4 في خانة اليونتس وال 1 في خانة التنس. 5 plus 10 equal 15. 5 في خانة اليونتس وال 1 في خانة التنس. 6 plus 10 equal 16. السكس في خانة اليونتس والوان في خانة التنس. plus 10 equal 17. 7 في خانة اليونتس والوان في خانة التنس. 8 plus 10 equal 18. ال 8 في خانة اليونتس والوان في خانة التنس. 9 plus 10 equal 19. ال 9 في خانة اليونتس والوان في خانة التنس. 10 plus 10 equal 20. 20. يلا بينا يا اصحابي، اخر جزء معانا في يونت 5 ستوري. جيسينج جيم يعني لعبة التخمين.
يعني ايه اصلا تخمين؟ يعني لما بابا او ماما يتصلوا بينا في التليفون ويقول لك انا هجيب لك معايا وانا جاي حاجة حلوة، فاحنا نقعد نفكر يعني بابا هيكون جايب لي ايه معايا، يعني حاجة حلوة دي يعني جايب لي لعبة حلوة ولا جايب لي حلويات وحاجات حلوة. هقعد يبقى التخمين يعني ايه يا ولاد؟ يعني افكر، يعني هقعد افكر ايه الحاجة اللي بابا هيجيبها معايا وهو جاي. هي دي نفس اللعبة اللي هيلعبها اصحابنا ادم ودينا. عندنا هنا يا ولاد صديقنا ادم وصديقتنا دينا قاعدين بيلعبوا سوا مع بعض. هلو ادم. هلو دينا. Let's play a game ادم. Okay. I will think of a toy. Ask me questions. Okay. عندنا هنا يا ولاد صديقتنا دينا بتقول له دعنا نلعب يا ادم، فادم رد وقال لها انا موافق. فردت دينا قالت له انا هفكر في لعبة وانت اسألني اسئلة، فادم رد وقال لها موافق. Is it made of metal? No, it isn't. هنا يا أصحابي آدم بيقول لدينا هل هي مصنوعة من المعدن؟ فدينا ردت وقالت له لا، ليست مصنوعة من المعدن. Is it made of fabric? No, it isn't. هنا صديقنا آدم بيسأل دينا بيقول لها هل هي مصنوعة من النسيج؟ فدينا ردت وقالت له لا، ليست مصنوعة من النسيج. Is it made of plastic? Yes, it is. ادم بيقول لدينا هل هي مصنوعة من البلاستيك؟ فدينا ردت وقالت له نعم، هي مصنوعة من البلاستيك. Does it have arms and legs? No, it doesn't. صديقنا ادم بيقول لدينا هل لديها ذراعين او ساقين؟ فدينا ردت قالت له لا، ليست لديها. I know. It is the car. Well done, Adam. هنا صديقنا آدم بيقول لدينا لقد علمت إنها تكون السيارة. فدينا ردت قالت له أحسنت يا آدم. ودي تبقى نهاية اليونت بتاعنا. Goodbye يا أصحابي.